أنواع أخرى من الحواسب. هناك كثير من الأجهزة التي نستخدمها في حياتنا اليومية التي هي في الأساس حواسب آلية، والأمثلة الشائعة منها 1- الهواتف النقالة موبايل فونز. وتقوم كثير من الهواتف النقالة بالعديد من الأشياء التي تقوم بها أجهزة الحاسب الآلي، مثل تصفح الإنترنت، براوزنج، أو الألعاب، والبعض منها يسمى بالهواتف الذكية سمارت فونز. 2- أجهزة الألعاب جيم كونسولز، وهي أجهزة حواسب متخصصة في ألعاب الفيديو. 3- أجهزة التلفاز تي في. كثير من أجهزة التلفاز بها تطبيقات تسمح للمستخدم بالدخول على الإنترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو والأفلام.